زيارة المبعوث الأمريكي ستيفن ليفن إلى كوريا الجنوبية. وصل نائب وزير الخارجية الأمريكي والممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن ليفن إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق 3 أيام يوم 7 يونيو، حيث اجتمع مع وزيرة الخارجية أنتوني والنائب الأول لوزيرة الخارجية سو سيونغ وكبير المبعوثين النوويين في دوهون. ثم التقى اليوم الخميس الرئيس الجديد لمكتب الامن الوطني سو هون لمناقشه القضايا النوويه لكوريا الشماليه. وتاتي هذه الزياره بعد 7 أشهر من زيارته الاخيره، وهي ايضا اول زياره لمسؤول امريكي رفيع المستوى منذ اندلاع جائحه كورونا. معنا المعلق السياسي اي جونغ هون ليحدثنا عن الغرض من هذه الزياره. زيارة لها علاقة كبيرة بالتوسع الحقيقي.